الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم. الابتسامة بتاعت النجوم دلوقتي بقت لاند مارك، بقت لاند مارك لأي حاجة، لاند مارك المنتج لو بيعملوا إعلانات لفيلم لأغنية، كل الأغاني اللي بتعمل أو 90-80% من الأغاني اللي بتعمل في أمريكا الابتسامة ده جزء مهم جدا فيها جدا. أفلام الابتسامة بالنسبة لهم يعني طبعا هوليود، هم نفسهم لما حتى التجميل بتاع الأسنان طلع كلمة هوليود سمايل بقت الكلمة التي تعبر عن إنه الناس كلها عايز تعمل سنانها حلو نسبة إلى هوليود، لأن نجوم هوليود هم أول ناس. على فكرة الأمريكان من الناس اللي شبهنا في تصرفاتهم، يعني هتلاقي فاريابيليتي كتيرة قوي، فهتلاقي عدم الرعاية، هتلاقي سكر مهمل، هتلاقي سمنة كتير، هتلاقي مشاكل صحية كتير قوي في المجتمع. في طبعا ناس بتهتم قوي وعندها فلوس ومستوى اجتماعي كبير، دول موجودين، وناس طيبة على قدهم ومش معهم فلوس ومستواهم الاقتصادي صعب، خصوصا في الفترة الحالية هيزيد كمان المشاكل، ودول موجودين. فخلي بالكو انه السنان او العالم الاسنان اصبح لاند مارك مهم قوي. هرجع بالمصر بقى، انا ما بتفرجش على الدراما المصرية، معلش اعذروني، يعني انا بتفرج على الحاجات الاجنبية اكتر، بس بقى الكومنتات بيلفت نظري حاجات مهمة، وفي أصحابي بقى أصدقائي على السوشيال ميديا اللي بيكتبوا، في ناس أصدقائي يعني قوي بحب أدول من بعملين جروب كده على السوشيال ميديا، وبعض أتفرج على كتاباتهم أشوف الكومنتات بتاعتهم على الدراما، بشوف ناس منهم بتعلق على سنان الممثلات. واضح إن في ممثلات أخطأنا في مصر في صناعة أسنان، ده واضح جدا في الكومنتات اللي أنا بشوفها. هتابع عشان اشوف السنان عاملة ازاي، بس انا خايف يكون السنان في مصر بالنسبة للنجمات ونجوم مصر مش حلوة، وخايف اكتر. ساعات بشوف لقطات كده بشوف بياض جامد قوي، لا الحكاية دي محتاجة ان نقف قدامها شوية. نسأل ضيفتي العزيزة طبعا دكتورة إسراء السعيد المبدعة دايما. اهلا بيك يا دكتورة إسراء. اهلا بيك يا دكتور ايمن. بتتابعي الدراما والحاجات دي؟ لا اصل انا بس انا بتفرج على السينما، يعني ما بقعدش قدام التلفزيون، بس انا بشوفها بعد كده بقى على الموبايل، على الحاجات اللي هي اللطيفه كذا حاجه يعني. ايه رايك في سنان؟ هو فعلا في بعض النجمات وبعض النجوم واسماء كبيره قوي فعلا يعني شدني قوي، بس مش عارفه يعني مش عارفه اقول الاسماء، بس ملفته جدا، فيها فعلا اخطاء جامده. البياض يعني قوي ده دكتور محظوظ ان هو يعمل كده والمريض ما يشتكيش، دكتور محظوظ. ولا يمكن هي طلبت كده؟ هو عادة الدكتور بيرفض الحاجات دي، لانها يعني حتى لو هو وافق يعملها بيوافق عليها بصعوبة يعني بصعوبة كتير. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر هي بترجع زي ما احنا قاعدين دلوقتي بنقول الدكتور ازاي وافق يعملها. لا هو لازم الدكتور بيعترض كتير عليها، الا بقى لو المريض اصر اصرار جامد خلاص ما بتقدرش تقول له حاجه. بس حقيقي بوضح ان دوت، انت عارف النجوم بيبقى لهم ممثلات بيبقى لهم طبيعه كده بيصروا على الحاجه، تحس ان هم هو ده انا في دماغي. هو يعني انا بتعلم مع فنانين كتير بيبقى عندهم مشكله ان هم عايزين يقلدوا بعض، يعني عايزه لون فلانه، عايزه شكل فلانه، ببقى حاسه ان هو القصه نفسيه اكتر من علميه، يعني انا مش عايزه فلانه تبقى اسنانها ابيض من سنانه، انا عايزه يبقى زيها واحسن. وبعدين برضو بيبقوا شايلين هم السموكينج والحاجات دي انها بتاثر على الاسنان، فعايزين يفتحوا قوي عشان يضمنوا ان بعد 10 سنين السموكينج ما ياثرش على الاسنان. لا هي ما بتتحسبش كده خالص. انا بتعرف اتعاملت مع كتير من اللي بيشتغلوا في مجال الميديا، هم او في الفني بينقسموا الى قسمين، قسم كبير قوي ما بيسمعش الكلام، قسم صغير مطيع وبيسمع الكلام، ياخد دواء في مواعيده،
بيجي يعمل الانفستيجيشن بتاعته مظبوط وغير كده وقتهم بيبقى وبيفتيش غير كده لا والقسم اللي بحكي لك عليه عنده صبر وهدوء ودول بيبقوا اكبر نجوميه على فكره يعني من القسم الكبير الاقل نجوميه هو هو اللي بيعمل كل حاجه غلط فعلا النجوم قوي بجد لا تلاقيهم هادين وبيسمعوا كلام ولطف اكتر بكتير سبحان الله فعلا عايز اروح بقى للتركيبات النهارده حوار كتير عن التركيبات هياخد كتير من وقتنا ايه التركيبات يعني ايه تركيبات التركيبات بتنقسم الى حاجتين يا اما تركيبات ثابته يا اما تركيبات متحركه ده طبعا التبسيط الجامد في الموضوع التركيبات الثابته داخل فيها التركيب على الذراع والكراونز والفينيرز دي كلها داخله تحت كلمه التركيبات الثابته التركيبات المتحركه اللي داخل فيها اطقم الاسنان كلها اللي هي بتتشال وبتتحط اي حاجه بنمسكها بايدينا ونشيلها ونحطها دي اسمها تركيبه متحركه التركيبات نمسك كده موضوع موضوع التركيبات الثابته علشان نعمل تركيبه ثابته لازم يكون عندنا اسنان عشان نركب عليها التركيبه الثابته ليه الناس بتيجي لي من غير عندهمش اسنان خالص بيركبوا لي تركيبه ثابته لا لازم الناس تبقى مستوعبه احنا بنشتغل ازاي او ايه الاسس العلميه الاسس العلميه بتقول في دعامات نسند عليها يبقى هنركب ثابت الدعامات ديت بقى طبيعيه او صناعيه يعني على زرعات او على اسنان طبيعيه خلاص هي دي ممكن نعمل عليها الثابت ما فيش حاجه خالص يبقى احنا بنتكلم في المتحرك دي اساسيات لازم الناس تبقى مستوعباها دي موضوع ما ينفعش ان احنا نقول عليه ان هو مش واضح او ان احنا يختلط علينا الامر فيه التركيبات الثابته ممكن يكون عندنا سنه مخلوعه ونعمل بريدج من قبل التركيبه نبرد اللي قبله واللي بعده ونعمل تركيبه ثابته او بريدج يعني كوبري انا ضد فكره البريدجات ليه علشان البريدجات اوام بنبرد اسنان ملهاش علاقه بالموضوع خالص يعني هو الضرس دوت ذنبه ايه ان هو جنبه ضرس اتخلع ليه نبرده ليه احنا نعمل فيه كده ليه احنا ناثر على اللفه بعد فتره لازم الاكل هيعدي من تحت البريدج ولازم هنضطر نغير البريدج ولازم هنضطر ان احنا نعدل في الوضع القائم ده كلام انا مش بحبه ده عكس تماما لما يكون عندنا زراعه فك كامل ونعمل مثلا 6 زرعات المفروض ان عندك 18 ضرس هتحط 18 زرعه غير اقتصادي والله عايز تعمل كده براحتك بس غير اقتصادي مش منطقي ان انت تتكلف كل هذه التكلفه فاحنا هنحط 6 زرعات ونحط عليهم 14 ضرس مثلا ال 14 ضرس دولت هيبقوا متصلين يبقى احنا عملنا فكره البريدج بس عملناه على الزرعات ده بيكون اثره اقل بكتير من البريدجات اللي على الاسنان الطبيعيه ليه ده ليه تكنيك في الشغل وفي الحط وده ليه تكنيك تاني خالص فكره التركيب على الزرعات او التركيبات المتصله على الزرعات ما بتعملش مشاكل زي ما بتركب على اسنان مختلفه خالص حد عايز يبعد عن فكره البريدجات تماما حتى فوق الزراعه يبقى احنا عندنا هنزرع 18 زرعه في الفك وده غير معقول تكاليف عاليه جدا كل زرعه والتانيه لازم في ما بينها مساحه قانونيه يعني لازم يكون في عندي 2 ملي يمين و2 ملي شمال وعندي كذا وعندي ارتفاع وعندي عشان انا اجيب هذا العدد من الديستنسز القانونيه دي علشان احط لك اكبر عدد من الزرعات مش هتحصل صعبه جدا يبقى فكره ان انا احط كل ضرس مفقود احط له زرعه غير معقوله ففكره الكباري في التركيب على الزراعة فكرة مقبولة ومشروعة وما لهاش مشاكل تقريبا فكرة التركيبات المتصلة والبريدجات على الأسنان الطبيعية فكرة ليها مشاكل عدة علشان كده لازم نفرق بين التركيبة الثابتة دي والتركيبة الثابتة دي تمام التركيبات المتحركة هي اللي بتركب بدون دعامات في الفك يعني الفك فاضي ما فيهوش ولا سنة يبقى المنطقي ان احنا يا اما هنركب متحرك يا اما هنركب المتحرك برضو ونحط زرعات الزرعات دي على ما تلتئم في العظم كويس نكون اتنقلنا من مرحله المتحرك للثابت طب ليه احنا ما نعملش الثابت على طول بالمنطق واحد جالك لحد ما بقاش في بقه ولا سنه هل تتوقع ان هو خلعهم كلهم في قاعده واحده اكيد لا
ده خلع على 10 سنين او اكتر. يبقى المنطق بيقول ان سنه كبير عنده مشاكل صحيه، عنده الجيب الانفي لازم هيكون ريح او نزل من مكانه. يعني انت هتحتاج اضافه عظم وهتحتاج تشتغل شغل كتير. علشان انت تعمل ده كله، هل تتوقع ان الحاله دي هتحط عليها تركيبه على الزراعه في نفس القعده؟ مش منطقي. انا مش بحب الخيال، لكن انا بحب اعلى نتيجه، احب افيد المريض اقصى استفاده بس ما اثرش عليه ولا عليا. عشان كده انا لو الصح بتاعك ان انا ما ركبلكش او ما احطش لودينج على الزرعات في نفس اليوم، هقول لك ده مش من مصلحتك. لكن دايما المريض بيفكر في نقطه واحده، هو مش بيفكر اللودينج هيكون امتى او انا هحط الطرابيش او الكراونز على الزرع امتى، وهمه حاجه واحده بس، همشي قد ايه من غير اسنان بس، هي دي اللي هو بيفكر فيها. اي كلام انت هتقوله غير كده هو مش هيسمعه اصلا. فانا بطمن اي مريض ان انت هتطلع باسنان في اسرع وقت ممكن، مش هتقعد بالشهور، ولكن لازم احافظ على الزرعات اللي متكلفه كتير دي انها تقعد في العظم فتره سيفتي، ما احطش عليها اوزان علشان خاطر مصلحتك انت. مفهومه دي. هروح بقى للفينير، برضو ناس بتسال كتير على الفينير قوي. الفينير هي اكتر حاجه كانت مقربه لعقول الناس اللي عايزه تعمل تجميل في الفترات اللي فاتت، معرفش يتغير الكلام ولا لا. لا لا ما اتغيرش. انواع الفينير ايه؟ الفينيرز انواع كتيره جدا. انا مش حابه اقعد اقول لك ان في عندنا نوع اسمه كذا ونوع اسمه كذا ونوع اسمه كذا. ليه؟ بتعمل مشكله. بيجي المريض يقول لي ركبي لي ايماكس، انا سمعت انه احسن حاجه، ركبي لي ما فيش حاجه اسمها كده. انا في مريض والله كان مصر على الايماكس، واحلى نتيجه ليها تيجي بالزيركون، علشان هو بيتكلم في اسنان خلفيه، الزيركون متين جدا جدا. يعني انا في مره بريدج كنت عايزه اكسره، علشان يعني كنت عايزه اوصل لحاجه، كنت بعمل زي اكسبيرمنت كده انا بطبقها، بشوف الخامه دي قويه قد ايه. تخيل ان انا عشان اكسر الكراون دوت، انا جبت هامر زي حاجه زي شاكوش، وقعدت اكسر فيها عشان اكسره. تخيل القوه بتاعته قد ايه. ليه؟ لان انا بستورد ديسكات، فببقى عايزه اعرف الديسك ده بعد ما يتحرق دي مرحله من تشغيله، يعني هيديني سترينث قد ايه، والكلام اللي مكتوب على الديسك ده واقعي ولا لا، والشركه اللي بشتري منها واقعيه ولا لا. فممكن كده اجرب الديسك اخسر عليه طربوش مش مهم، بس انا اعرف قوته. فعلا المريض دوت سمع حد بيقوله الاي ماكس احلى حاجه، وهو جاي متارجت الاي ماكس، انا مش فقير اعملي لي اعلى حاجه، في حين ان الاحسن حاجه ليه هي الزيركون مش الاي ماكس. فانا مش حابه ان انا اعرض لك، انا عندي مثلا 15 نوع كراونز، 15 نوع، مش رقم صغير. ما اقدرش اقول لك اسماء شركات وانواع، علشان دي بتربط في دماغ المريض قوي، لكن اقدر اقول لك ان انا هعمل لك اكتر حاجه مناسبه ليك تعيش معاك اكتر. لما نيجي نشوف نقرب اكتر برضو الفينير، القواعد الاساسيه في اختيار حسب النوع بتبقى ماشيه ازاي؟ الفينير على حسب انا هستخدمه في ايه. يعني مثلا حاله زي دي انا بقفل بيها فراغات، يعني انا محتاجه اسنان اماميه، يعني انا محتاجه ترانسليوسنسي ونقاء لون هايل، دي ممكن اعملها بتكنيك اسمه لايرنج. لايرنج يعني ايه؟ يعني انا بحط ماده البورسلين فوق البطانه بتاعتي، بحيث ان انا اعرف ادي اللمعه اللي انت شايفها دي، واعرف ادي فستونات، يعني اعمل زي شرشره كده في الاسنان، اقدر ارسم بيها واعمل اناتومي وكونتورينج وشغل حلو قوي باللايرنج. اللايرنج دي زي بالظبط ما احنا بنجيب الماده بتاعه البورسلين، بنعجنها زي الفرشه كده بتاعه الفنانين، بنحطها على خلفيه ونقعد نرسمها. انا اقول لك اجمل واحد، اجمل وضع ايه مثلا للفراغات، اقول لك انا بحب اعملها باللايرنج. اجمل وضع للبريدجات المتصله، اقول لك لا انا بعملها بتكنيك تاني على الزيركون على الام سي اكس 5. كل حاله انا اقول لك انا هعملها احلى حاجه ايه، لكن مش بحب يجي المريض يقول لي حطي لي كذا، لا سيبني انا هختار لك الافضل. دي زراعات لا، الحاله دي معموله اي ماكس وكراونز، دي معموله اي ماكس. الحاله دي
فعلا فعلا جميله جدا. هي جت قالت لي اعملي لي اللي انت عايزاه، المهم ان انا اطلع من عندك نيو لوك زي ما بيقولوا، مش عايزه اشوف الشكل دوت تاني. لو تاخد بالك فوق شمال المريض في طرابيش معدن وفي لمعه كده غريبه جايه من جوه. السنان الاماميه اللي لونها اسود وبني وجراي وفي درجات كده من الالوان دي بتاخد بطانه من جوه، لان انا لو حطيت لها اي ماكس بيور كده هتشف اللون الاسود، هتلاقي ان كل طربوش مدي لون. ليه؟ لان في بعض انواع الكراونز بتشف اللون اللي وراها. دي لازم تاخد بطانه من جوه، ولازم السنه نفسها بيتعمل لها نوع من انواع الاتشنج. الاتشنج يعني ايه؟ بنخربشها بنفتحها. يعني السنان نفسها قبل ما يركب عليها الكراون ما تبقاش سودة وبني بالشكل ده، هي نفسها بديها لون داخلي، بدخل جواها لون علشان بعد كده لما احط الكراون ما يشفش اللون ده. ولازم الكراون يبقى تخين من بره وواخد بطانة عشان ما ياخدش اللون الجراي والبني. فدي فيها فكرة. فيجي المريض يقول لي اعملي لي النوع الفلاني اللي هو مثلا لا يقبل بطانة، ما ينفعش، سيبني انا اختار لك. العيان لازم يكون واثق جدا ان الدكتور عايز احسن نتيجة. لما هو بيصر على حاجات معينة ممكن النتيجة ما تطلعش حلو. هروح لسؤال مهم، هل فينير عمرها الافتراضي في افضل الظروف وفي افضل التعاملات مقبول ولا جدا؟ لانه في ناس برضو بتعتقد ان الفينير هتتكسر بسهوله. الفينير ما بيتكسرش بسهوله، ما بيتفكش بسهوله. يعني انا يعني بتعامل مع مئات، ما كانش الاف المرضى اللي عاملين فينيرز. هتلاقي المريض اللي كل شويه يوقع فينير هو نفس المريض. ليه؟ اي حاجه صناعي مش زي اي حاجه طبيعي. الفينير في منتهى الصعوبه ان هو يقع، بس حضرتك لو جبت زي حلويات مولد النبي او زي الدوم او زي العسليه او كسرت مكسرات على اسنانك وعايز تقول لي ان اسنان الطبيعيه هتقاوم، لا لا طبيعي ولا صناعي. يعني مثلا حاله زي كده، الحاله دي جايه تعمل فينيرز، عندنا سنه فراغات كبيره وغير متناسقه ما بين اليمين وما بين الشمال. لازم نعرف ان الفينير هو فكره، لكن المبدا ان هو هيتنفس فينير ولا هيتنفس كراون دي بتاعت الدكتور. ليه؟ ما ينفعش فينير يقفل الفراغات الان ايكوال يعني الغير متناسقه دي وتقول لي دي حاله فينير. ما تنفعش يا فندم، دي حاله كراونز. الاثنين نفس الفكره، الاثنين نفس التكلفه، بس العيان بيبقى فاهم انا عملت فينير ولا كراون، مجرد العلم. في حاجات، ايه الفرق ما بين الفينير والكراون؟ واحد تغطيه كامله وواحد تغطيه جزئيه. تغطيه جزئيه يعني ايه؟ انت بتغطي السطح الخارجي فقط. الكراون السطح الظاهر. الكراون انت بتغطي كل اسطح السنه، يعني اسمها تغطيه كامله. ليه؟ لان فراغات بالشكل ده غير منطقي ان انا ابقى عامله نص الفينير في الهواء واقول ان هو هيمسك مش هيقع، هيقع. يبقى ده سبب من اسباب وقوع الفينير، ان هو محطوط في مكان مش بتاعه، مقفول بمسافه اكبر من نص مسافته، زي فكره البلكونه. ما ينفعش البلكونه يبقى طولها اكتر من طول الشقه، ما ينفعش. ما ينفعش فينير يبقى هو اكتر من عرض السنه مرتين، ما ينفعش. ما ينفعش، غير منطقي شكلا ولا مضمونا. يبقى اذا المريض اللي يقول الفينيرز ما بتعيش، حاجه من الاثنين، يا اما بيتعامل معاها معامله غير عاديه، يا اما الفينير ده محطوط مش في مكانه الصح. يا اما بقى غلط الدكتور ان هو برد اكتر من اللازم، لان الفينير لازم يلزق على الانامل، لازم يلزق على طبقه من من تكوين السنة اسمها انامل او اسمها طبقه المينا. لو احنا لزقناه على طبقه العاج اللي هي الطبقه الثانيه الداخليه هو مش هيمسك اكيد. اكيد مش هيمسك. ليه؟ لان مش دي الطبقه اللي المفروض نشتغل عليها، فمش هيمسك فيها. الصح بقى لو انا جالي عيان عامل طربوش او فينير، سوري عامل فينير على طبقه العاج، انه يتحول لطربوش. ليه؟ لان لما بتحوله لطربوش بتغطيه كامله يبقى ثباته اكتر. ليه؟ هو مش تغطيه جزئيه، تغطيه كامله، فثباته اكتر،
فمش هيحصل مشكلة ان هو يقع. يبقى دي كانت غلطة تشخيصية من البداية، ان دي حالة ما فيهاش انامل او ما فيهاش طبقة مينا، انت ترجمتها ان هي عندها طبقة مينا واشتغلتها فينير. ده بيبقى ناتج عن يا المريض بيضغط على الدكتور يقول له اعمل لي فينير، انا مش عايز تغطية كاملة، او انا مش عايز كراون، مش عايز احس اني كبرت في السن، فيضغط عليه يعمل حاجة. في الاخر بنوصل لنتيجة مش مرضية بتسيء لسمعة الفينيرز. السيراميك جهاز اتطور، عمل الصناعة الخاصة بالتركيبات صح كده؟ طبعا. بس في ناس كتير بتعتقد ان السيراميك يغني عن مهارة الدكتور، ده سؤال. وفي ناس كتيرة برضو بتعتقد لا، انه السيراميك ما بيديش الشكل الجمالي قوي اللي انا عايزه بالتفاصيل الناتشرال قوي. احنا فين في الواقعية من كل الافكار دي؟ اول حاجة هو ما فيش حاجة اسمها السيراميكس تغني عن مهارة الدكتور، ما فيش حاجة اسمها كده. الدكتور هو الليدر، زي بالظبط انت لو جبت احدث عربية في الكون كله ما بتعرفش تسوق، هتعمل حادثة ولا مش هتعمل حادثة؟ هتلبس في اول في باب الاجنس وانت خارج. ما فيش حاجه اسمها انا جبت احدث جهاز في العالم بس انا مش بروفيشنال، مش هعرف اسوق التجربه. التكنولوجي عامل زي الحصان بيجري بيك جدا، لازم انت تشد الجامه والا مش هتعرف تسيطر. التكنولوجي كده بيجري جدا، يعني انا مثلا في 5 سنين غيرت الاجهزه اللي عندي كلها، جبت الاحدث منها بارقام قدها 3-4 مرات. ليه؟ لان انا لو ما واكبتش التطور مش هعرف اوصل للنتائج اللي انا بوصل لها، اللي هي ايه؟ الاكيوريسي، الدقه والوقت. الحاجه الثانيه، ماركه السيراميك او فكره السيراميك برضو دي راجعه لخبره الدكتور. ليه؟ لان انا ممكن استخدم اكتر من نوع مع نفس المريض بناء على السنان الاماميه ولا خلفيه، في ورايا او في سنه ناقصه انا بعمل لها بريدج، ولا كل الاسنان موجوده مترصه جنب بعضها، في عندي فراغات او عضه يمين مش زي شمال، ولا ما فيش الكلام ده. ده بيأثر معايا جدا في اختيار النوع واختيار الماركه بتاعه السيراميك نفسها. ففكره السيراميك هي فكره حلوه بتنفي فكره الطرابيش اللي فيها معدن، لكن مش معناها ان هي كلمة بتطبق على كل الناس. ولكن اللي الناس لازم تعرفه ان الطرابيش اللي فيها معدن هي حاجة مش كويسة على اللونج ران، مش لطيفة، انا بشتغلهاش خالص بقالي زمن، مضرها اكتر من مزاياها. السيراميكس هي الافضل على الاطلاق. السؤال برضو يعني الكلاسيكي قوي عن التبييض، ناس كتير قوي بتيجي تقولك انا عايز اعمل تبييض. التبييض حقيقته ايه؟ يعني القول الفصل في رأيك، هل التبييض جيد أم بدأ يندثر؟ لا، هو ما بدأش يندثر، هو اندثر فعلياً. فعلياً؟ لا، هو اندثر. أنا ما شغلتش جهاز التبييض بقالي مثلاً 3-4 سنين، ما شغلتوش خالص أصلاً. فلا خالص، هو اندثر لأن الناس ابتدت تسمع وتعرف. التبييض اللي بيحصل في المولات وبيحصل يعني ولسه لغايه دلوقتي بتتم، دي كارثه. هو دلوقتي خلاص ما حدش، مفيش مولات اصلا. هو مفيش مولات، لا المولات هترجع مع ونازل كمان ترجع. حاجات جديده قوي انا حقيقي ما لحقتش اشوفها، بس سمعت عنها من علاقتي بالمرضى، ان في زي ستيكرز بتتلزق على الاسنان وتسيبها وبعدين تقوم شايلها كده. الله. بتدي بقى التهابات لسه يعني زي الفل. انا مبسوطه من الشركه قوي علشان كلهم بيجوا لي بعد كده. التبييض فكره هي خلاص انتهت. ليه؟ لاكتر من سبب. اول سبب انها بترجع تاني، وده سبب كبير مش سبب صغير، بتتاثر بالاكل الملون والتدخين، بتاثر على عصب الاسنان، وممكن تدخلنا في علاج جذور والتهابات. حتى الف به التبييض ان انت بتدي مسكن للمريض قبل الشغل، ما بنعملهاش في الزراعه، ما بديش مسكن للمريض قبل الشغل في الزراعه. تخيل تكون عامل عمليه ما بتحتاجش ان انت تدي مسكن قبل الشغل. في التبييض ده في الكتاب الف ب لازم تدي حاجه مسكنه قبل ما المريض يبدا. ده معنى ايه؟ ان هو شيء مؤلم. انا من كتر ما تعاملت مع الاجهزه ومن كتر ما شفت مرضى، انا وقفت قصه التبييض خالص. ليه؟ لان على حسب الكتاب ان اللون بيرجع، احنا مثلا بنزود 8 درجات، ده الرقم القانوني في التبييض. لما انا اجي بعد 6 شهور او 9 شهور اخسر من الـ8 درجات دول، درجتين بقوا 6 درجات.
نتيجة مقبولة. لما تزيد في التبييض لست درجات نتيجة مقبولة. طب استنى بقى ستة أو تسعة كمان، نزلنا اتنين كمان، يجي المريض يقول طب أنا عملت تبييض ومش حاسس بيه، ده في حد ذاته شيء مش جميل. أنا ما حطش نفسي في موقف إن المريض يجي يقول لي أنا قابلت مشكلة من شغل عملته في مركز عندك، رغم إن كل اللي شغالين عندي بروفيشنالز في السبيشاليتي اللي هم داخلين عليها، ولكن أنا بطلته علشان أنا تأكدت إن نتائجه ريتاردد بتنزل، يعني كل مرة أقل. وأي فكرة بتربطك بالدكتور بطريقة مبالغ فيها أنا مش بحبها. يعني أنا أحب المريض يجي لي كل سنة عشان نعمل تشيك اب علشان نشوف هنعمل إيه، لكن تجي لي كل سنة عشان تعمل تبييض نفس البروسس تاني، ده شيء مش جميل. أولا لا، دي بتعتبر ريميك أو بتعتبر فيلير من وجهة نظري، إن أنا أعيد نفس الشغل تاني كله، ده بيعتبر فيلير. تاني حاجة، الشركات بتاعت المواد المبيضة بتتغير. انت المره دي اتعاملت مع شركه اكس، ممكن تجي لي بعد سنه او اتنين الشركه دي خلاص ما بقتش موجوده، بقى في شركه واي. طيب هنعمل ايه حضرتك؟ انت الماتشنج دوت مش هيمشي مع ده، خلاص هات بقى التبييض من الاول علشان انت تبع دلوقتي شركه تانية الاولانيه ما بقتش موجوده في مصر. موضوعها مش حلو، يعني تحس كده ان هو مش ستريت فورورد. ده بلس ان مشاكله كتير وغير امنه. الافضل منها على الاطلاق هي اي حاجه الديورابيليتي بتاعتها اكبر او التايم انها بتعيش اكتر. ايه هي؟ الفينيرز. نفس الشغل بس بتعيش العمر كله، بس مش نفس التكلفه. الفينيرز اغلى اكيد. بس انت لازم تشوف الحاجه الادوم، يعني اللي تعيش معاك اكتر. يعني انت ما تفرحش ان انت مثلا جبت عفش في البيت، العفش دوت ما يستحملش حد يقعد عليه شهر، في التاني العفش كله نزل على الارض، بس انت جايبه بربع ثمن العفش الغالي اللي ممكن يقعد معاك ويقعد 10 سنين والاولاد يرعدوا عليه ويلعبوا ويكسروا الدنيا وتلاقي العفش بتتورثه الاجيال. طب ايه الفرق بين ده وده؟ ده انت وفرت بس خسرت كتير، انت بعد شهرين ثلاثه بتغيره. التاني الغالي انت كسبته العمر كله. كالعاده بتبدعي في حوارك الممتع، وبيبقى الاسنان فيها الكثير جدا من النقاط التي تحتاج الى فهم وتحتاج الى تغيير الثقافه في مجتمعنا العربي كله، عشان نحصل جميعا على ابتسامه حلوه وصحيه. ضيفتي العزيزه دكتوره اسراء السعيد، نورتينا في الناس الحلوه. ربنا يخليك دكتوره وحضرتك بخير، خليكوا دايما مع الناس الحلوه.